انا اسمي اسماء حسن طه البلشة من المنوفيه في الصف الاول ابتدائي عندي 7 سنين. انا اول ما بدات انطق مامتي خلتني احفظ، ولما بدات احفظ كنت بحفظ يعني ايتين، واليوم اللي بعديه ارجعها واخد ايتين تاني، ومامتي هي اللي كانت بتحفظ. اما انا دلوقتي فبحفظ مع معلمه، انا بحفظ مع مامتي بس المعلمه دي بتديني تجويد. انا لما كنت بحفظ ما كانش فيه صوت الحمد لله. رحلتنا مع الثناء طبيعي ان احنا تنشئتنا كانت على حفظ القران من صغرنا، فكان لازم ان احنا نبدا مع اولادنا بحفظ القران. كان اول طفله لينا الثناء، الحمد لله بدانا معاها من سن مبكره، ومع الوقت والدتها بحكم دراستها للغة العربية وتنشئتها على المخارج الألفاظ لاحظت في البنت من صغرها قدرتها على الإلقاء وحبها للغة العربية. الثناء بالصف الأول الابتدائي، وقد استقبلناها منذ نعومة أظافرها في مرحلة رياض الأطفال، وقد كانت فاتحة خير وكانت اسماً على مسمى، فكان لها الثناء الحسن والذكر الجميل لما ظهر عليها من مواهب متعددة في حفظ القرآن الكريم وفي الإلقاء وفي الإنشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يحفظها ويبارك لوالديها فيها، وتكون نموذجا لبنات المسلمات في السير على هذا النهج المبارك، نهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه. أعوذ بالله تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخذت على عاتقها إن هي تحاول تحطها على طريق القرآن بالإضافة لتعليم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، وهو ده اللي احنا جنينا ثماره بعد كده، واكتشفنا مع الوقت قدرة البنت على الحفظ والاستيعاب
خاصة في علوم اللغة عموما. ما كانش صعبة بس سهل عليا ان انا انطق الحروف، انطق الحروف صح. اول ما كبرت بدأت انطقها صح مع التدرب مع القرآن. انا اول ما بدأت احفظه كانت امي اللي بتحفظني وكانت بتديني ورد صغير، كل ما اكبر كانت بتزوده، وانا لما كنت بحفظه ما كانت فيه صعوبة، كان بيحسسني بعض الحروف. وكل ما كبرت بقيت أتدرب على الحروف كويس مع القرآن. الثناء يكفي أنها الثناء، ما يميزها هي حفظها للقرآن الكريم حفظاً جيداً وموهبتها في حفظ القرآن، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى في الإلقاء والإنشاد وحفظ القصائد المختلفة، فتلك موهبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويبارك لها فيها وتنمى على مر الأيام. فما زالت ثناء بالصف الأول الابتدائي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها مستقبلا باهرا إن شاء الله. برضو يعني أنا لما بدأت أحفظ القرآن اللغة العربية بقت سهلة، وبقيت بقدر أحفظ المنظومات عن النحو وأفهمها بسرعة وكده. الحمد لله شاطرة في كل المواد، وخلاني برضو عندي حاجات جديدة، وبرضو خلاني أحفظ الشعر بسرعة. في بعض يعني أنا حافظة حاجات كتيرة، في بعض المعلمات من بتوعي ما عارفوش يحفظوها كده، يعني مثلا زي صوت صفير البلبلي وبعض القصائد الصعبة. فاستغلينا من باب شكر نعمة ربنا علينا، ومن أننا نحاول أن احنا نخليها حافظة لكتاب الله من سن مبكرة، عشان أن احنا ما قدمناش شيء غير ان احنا نبتغي وجه ربنا في الحفظ ده، وتبقى ثمره ليها ولينا في الدنيا والاخره ان شاء الله. ابدا بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا، احمده سبحانه واشكره، فمن مساوي عملي استغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد نطفه فيما قضى، وبعد إني في باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد للحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق.